شاركت مملكة البحرين في المؤتمر الثالث رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية في كلمة مملكة البحرين على الأولوية التي توليها حكومة المملكة لإرساء مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون وفق بنود إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان في جميع سياساتها، بما فيها الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف ومكافحة تمويل الإرهاب، مشددة على نهج المملكة الشامل بحسب الرؤية السامية لجلالة الملك المعظم القائمة على حفظ الحقوق وكرامة الإنسان وكفالة الحريات للجميع وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم ككل.